اقوى فايرل استحوذ، لكن الهدف اذا ما كان للنجم الساحلي فهو الهدف يشعل المباراه، يحرك كل شيء، يحرك كل شيء. هادي على مستوى هذا اللقاء، الكرات الثابته، الخطر لمصلحه النجم الساحلي. هنا تاتي التعليمات الكل في منطقه 18 ومنطقه الجزاء لفريق بايرن ميونخ، كل لاعبين فريق النجم الساحلي. نتابع مد اللونيش على الحمراء، مد اللونيش على الحمراء، مد اللونيش على الحمراء. النجم الساحلي هل يسجل؟ هل يتقدم؟ هل يضع اول هدف في المباراه؟ هل يصل للمره الاولى؟ نتابع العرضيه، لكنها الثالث جول، الثالث جول، الثالث جول.